دمروا عدد كبير من المحافظات، لماذا لا تدافع هي أيضا عن الشعب السوري السوريين الذين هم يؤيدون إيران في المنطقة، وتقصف إسرائيل أو تقصف الطائرات التي تقصف السوريين؟ قصدي قبل يومين عن نعم الو نعم تفضل. تمام هيك. نعم، احد المحللين يعني المقربين من النظام السوري قال قبل فتره انه اذا في صريح العباره سالوا انه ليش ما عم بتردوا النظام السوري كايران محور ممانعه، قال له نحن اذا بدنا نضرب كف لازم نعرف بدنا ناكل كف. وبالحقيقه كلامه صحيح، عندما يكون الامر يتعلق بقتل الشعب السوري، الشعب السوري الاعزل، فهم يعني اقوياء وابطال ويعني مبادرون دائما، لكن عندما يتعلق الامر بالرد على الهجمات الاسرائيليه يعلمون حينها ان الرد او الرد المقابل لهذا الرد سيكون حازما جدا وسيكون مكلفا جدا. لذلك بصريح العباره النظام السوري ويعني من ورائه ميليشيات ايران لا يجرؤون على الرد على الغارات الاسرائيليه. يعني انت شهدنا في الفتره الماضيه استقالات مستمرة في جهاز المخابرات الإيرانية نتيجة لعدد من الاختراقات الاستخبارية الإسرائيلية في داخل إيران، وشهدنا سقوط العديد من ضباط الحرس الثوري الذين يتبعون للوحدات السرية في فيلق القدس، والعديد من الخبراء والفنيين في المختصين في البرنامج النووي ومشروع الصواريخ والطيران المسير. ماذا كان الرد الإيراني على ذلك؟ لا شيء، تقريبا لا شيء. هناك كان سعي إيراني لاغتيال يعني عدد من المسؤولين الايرانيين والسياح الايرانيين في عدد من يعني دول المنطقه كتركيا وفي دول العالم، لكن في نهايه المطاف يعني كان هناك سعي ايراني للانتقام يائس، يعني تحول الانتقام الايراني من محاوله استهداف مسؤولين سابقين اسرائيليين الى محاوله استهداف اسرائيليين عاديين،